فتت الرقاق، فتت الرقاق. الوصفة دي وصفة صعيدي جدا، تمام؟ دي بتتعمل ازاي؟ طبعا الرقاق الناشف موجود في كل بيت، بس دي بتتعمل وقت التحضير، وقت الاكل على طول، يعني خلاص احنا هناكل دلوقتي ابدا ان انا اعمل فته، ما ينفعش تترك اللي بعد شويه. ازاي؟ انا عندي هنا بصل، بصل بكميه من البصل كده قد مثلا بصلتين ثلاثه، وابدا احطهم على النار اكرملهم، يعني اديهم لون بني شويه، بني حاجه بسيطه، احمرهم شويه كده، تمام؟ اهي زي ما انا طبعا عشان الوقت معايا هياخد معانا وقت كبير، فكرملت حبه. بص اهو اللون بتاعها كده باين من الحله، يدي اللون الحلو ده، تمام؟ انا بحط معاه اللحمه، انا بحط معاه اللحمه مسلوقه مع البصل، هسلقاها لوحدها. الشوربه دي تبقى دسمه، تبقى فيها سمن كده، ويعني او فيها اللحمه بتاعتها تبقى ملبسه، فيها شويه سمنه شويه. نيجي بعد كده نروح واخدين بقى الشوربه دي ومررينها على كل ده. انا عارفه في ناس هتستغربها، لان انا شخصيا اول مره كلتها كنت مستغرباها جدا، ولكن بعد كده حبيتها قوي بقى. بصوا طبقه كده، وبعدين ارجع اكسر تاني. دي بقى ساعه الاكل على طول بيقدموا الايه الفته دي، يعني تبقى اللحمه جاهزه مع البصل وكل الكلام ده في الحله، واول ما يجي بقى الناس عشان تاكل يبداوا يكسروا الرقاق بشكل عشوائي ده كده عادي جدا، ويحطوا عليه البصل اللي بالشوربه بالشكل ده، وطبقات طبقات، وما اعملش كتير لان هي دوبك على قد اللي هياكل. يعني لو لسه هتجربي الوصفه اعملي حبه صغيرين جدا في طبق، جربيها وبعدين ايه ابدأي دقيها ودوقيها للأولاد. بصوا كده طبقة كده. طبعا عايزة أقول لكم البصلة مش كده تاني، عشان عارفة في ناس يقولوا إيه ده البصل ده كله. البصلة المفروض تبقى مقطعة صغير، مفرومة مفرومة كده رفيع قوي كده. ونبدأ نكسر تاني. ما بتتقلبش، هي بتاكل كده على طول، هي بصه كده ماليش دعوه. بس عايزه اقول لكم جامده جدا، حلوه قوي، يعني الوصفه دي حلوه حلاوه حلوه والله، وجميله يعني تاكليها وما تشبعيش منها، وبسيطه كده يعني. حتى عارفين المظلوق والتقليه والحاجات اللي عملناها قبل كده، في الاول الناس اللي ما جربوهاش بيستغربوها، انا بعد كده بقى بيحبوها قوي. تمام، دي كفايه اخر طبقه كفايه قوي، وممكن بقى اللي عاوز تاني نعمله تاني، ماشي؟ ما تعملوش كتير اهو، بس البصل معاها كده بيبقى حلو قوي. ما تكتريش ما تكتريش الشوربه قوي، خليها يا دوبك بله بسيطه، والشوربه بتكون دسمه وفيها الايه السمنه بتاعتها. لو هي مش دسمه وحمرا حط لها معلقه سمن، ماشي؟ يا ساعات بيروحوا مسيحين سمنه وحاطينها على الوش كده، انا ممكن اعمل لكم كده برضه. ادلع لكم بقى الوصفه واللحمه كده. تمام، عشان زي ما قلت لكم هنا ايه اللي بيحصل، ما ينفعش غير ساعه التقديم على طول نكسر الرقاق ونحط الشوربه. طب انا افرضه برد مني وعايزه اسخنه، اوعي تقلبيه، ما بيتقلبش خشه ما يعجنش منك، خديها زي ما هي كده حطيها في الفرن، ماشي؟ وادي كده فته جميله جدا جدا، وبمناسبه العيد يا ريت تجربوها، حتى لو عاملين طبق تاني جربوا الفته الحلوه دي، دي فته صعيديه اصيله.